لنا شخصية اي حاسد. اول شيء نجد لا ينظر ابدا الى البقعة البيضاء في اي مكان، فهو انسان يرى ان هذا غبي لا يستحق هذه النعمة، وهذا عقله غير موجود فلا يستحق هذه النعمة، وهذا قاصر الفكر فلا يستحق. فالحسد يولد عنده الكبر، يعني الحسد كأنه بذرة خبيثة لشجرة خبيثة، وهي شجرة الكبر، لأنه كأنما يقول كيف يعطى هذا وأنا لا أعطى. ولذلك الحاسد كارثته أنه يشير إلى الناس دائما بالنقص، لأنهم لا يستحقون من وجهة نظره الخير الذي هم فيه، سبحان الله. ولذلك لما جيء بالعربي الذي يحسد، هو مشهور عنه الحسد، فده قال له أنا ممكن أعطيك 20 دينار على أن تحسد لي ناقد فلان. يا سلام، دي بسيطة خالص، أنت بس تشير إليها وإن شاء الله رب العالمين يصيبها سهم الحسد. وقف معاه والرجل راجع بالناقة قبل الغروب، فقال له الذي يريد أن يستأجره ليحسد ناقة جاره: ها هي الناقة آتية وخلفها صاحبها. قال: أين؟ قال: هناك عند الشجرة. قال الحاسد: يا الله، أنت ترى حتى هذه الشجرة؟ فأصيب الرجل بالعمى. لا حول ولا قوة إلا بالله. حفر حفر أخي. أما الحاسدان المشهوران في التاريخ، كان في إمارة من الإمارات، مملكة من الممالك، فيها 2 من الحساد معروفين. جاء الحاكم أو الملك أو الأمير بهذين الحاسدين، وقال: ليطلب كل واحد منكم مطلبا، وسوف أعطي الثاني ضعف ما أعطيت الأول. طبعا الثاني حاسد، هيقول أنا إن بدأت أنا الأول يبقى هو ياخد إيه؟ أكثر. الضعف. ونقول أنت قول أنت احكي، عشان لو عايز 1000 الثاني ياخد 2000، لو عايز بيت الثاني ياخد 2. قل أنت تشاكسوا. الملك: لا ترفعوا الأصوات عندي، قل يا فلان. وأصبح الحاسد تحت أمر الملكي لابد أن يقول، بس أنا إذا قلت هكذا وأقول الحاسد الثاني يأخذ أكثر منه. قال: أيها الملك، افقأ لي عينا. سبحان الله، والله عشان الملك يتصرف في بعيني الآخر. هذه وإن كانت طرائف على مر التاريخ، لكن كارثة الحاسد إذا رأينا وحللنا نفسيته، أول شيء هو لا يرضى عن قسمة الله. أولا هو غير راضي، والرضا عندما يتبخر من قلب العبد فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. الرضا لما يتبخر عندك، سبحان الله العظيم، كما قال الله: يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد.